المحتشد الفرنسي بقرية الريغية بلدية بريحان. شواهد تاريخية تحاكي الحقبة الاستعمارية وأحد جلاديها الضابط فرانكوفيل. هذا المرجع التاريخي اللي خطت له الثورة، لأن كان هذا الضابط المحنك متاع فرنسا كان يخطط للشعب الجزائري باش يفصل الشعب الجزائري على الثورة، والفصل هذا إذا كان فصل الشعب الجزائري على الثورة سما فرنسا ناجحة. على هذا احنا خططنا له ودرنا له خطة واخذنا عليه معلومات الكافية، القيادة اخذت عليه معلومات الكافية قده يمشي في النهار في الليل ولا في النهار ولا الصباح ولا في الوقت اللي يمشي به ويمشي فيه كل يوم. خططنا له الوقت هذا يمشي من 8:30 حتى 9، ما يفوتش 9، 9 و10 ما يفوتش. درنا له كمين في البراشمون تاع الريغية، هذا بعد اللي خططها الشاذلي بن جديد ومعه قدور بحرار قائد الفاصلة، والفاصلة نتاع قدور اللي كانت في المكان اللي يسمى جامع، يقولوا له جامع الرماحي حراس الكلابة. السكسيو كان مصطلي ثم وجمع هذوما راحوا فجر، مع الفجر ضربوا في القمح داخل القمح، القمح طالع الله يبارك كبير، وقعدوا يستنوا ثم حتى جا الوقت. كي جا الوقت جا فرانكوفيل، كي جا فرانكوفيل بالسيارة نتاعو أعطوها انطلقوا عليه الحس، هو تضرب ربع رصاصات دخلوا فيه، ربع رصاصات من نجمش نقول لك رصاصات وين. على كل حال بالصحة معاه واحد، معاه واحد مات في الجيب اللي راكبين من اللورة واللي سوق به، والاخر معاه هما ثلاثة، واحد تبليسة واحد مات، واحد نقز في الحلة نتاع القرط وبقى يطيري بقى يطيري بقى يطيري. ألور عباسي موسى وحمد مالك حمدان وخروس يوسف ما نجموش يرجزتوا معاه لأن العسكر جاي، العسكر خبروا بوصلجة وخبروا الرغية، القومية جايين بالزوال يجروا من الرغية، والعسكر خارج من بلاندا جايين بالطوموبيلات يجروا. ألور كي رجعوا روفلوا اللورة لقوا واحدة طفل صغير ثامر عنده، ولا الآخر عنده واحدة زيلة ركبوا فوق منها موسى عباسي موسى المدعو بومعزة، وخرس يوسف ركبوا فوق منها، وحمد مالك حمدان يجري على رجليه حتى طلعوا للغابة على راس الكلاب هذيك. كي طلعوا ثم ربلنا احنا دخلنا لفيد الرمول، دخلنا لفيد الرمول الحق العسكر، احنا طلعنا للجبل والعسكر الحق راح في الجهة، في الجهة خلف على الجهة اليسرى راح لفيد الشعير، القومي راحوا بالزوال على فيد الشعير وطلعوا حتى للغابة. بعد إلقاء القبض على أصغر فرد من عائلة الهادي بن جديد والد الشاذلي بن جديد ويدعى عبد الملك، قام بعرضه على كل دواوير المنطقة والتنكيل به. ساعتها فكرت القيادة التي كان على رأسها الشاذلي بن جديد بضرورة تصفية هذا الملازم، واختارت لذلك ثلاث من المجاهدين الشباب ينتمون لكتيبة المجاهد قدور ثامر المعروف بقدور بحرارة، وهم عباسي موسى المعروف باسم بومعزة، وخليس يوسف، وأحمد مالك حمدان. حتى 6 جوان 1957 المجاهدين كانوا متخبين في وسط القمح ينتظروا في قافلة ليوتنان فرانكوفيل اللي جاي من الأساس نتاع الريغية. في رالونطا ليوتنان فرانكوفيل هنا في مفترق الطرق اللي ما بين عناب الريغية سنتر كولونيال بلاندون، خرجوا 3 مجاهدين اللي تم اختيارهم من قبل القيادة لتصفية اليوتنان، اللي هو عباسي موسى المعروف ببومعزة، أحمد مالك حمدان، وخريسي يوسف. خرجوا وأطلقوا وابل من الرصاص من هنا باتجاه سيارة فيتنام فرانكوفيل
اللي من نوع جيب. القانون اللي جا به جاك سوستير الحاكم العام للجزائر بداية من 1955 قررت الحكومة الفرنسية أمام ضربات جيش وجبهة التحرير الوطني أن تقيم لصاص عباش ما يتواصلوش بجيش التحرير، وكان يضم لصاص هذا حوالي 1400 نسمة في مساحة لا تزيد على 1000 متر مربع. لا يوطن في الأرض إلا من هو من طينتها، ويرحل البغاة وينقضي الغزاة، فموريس ولى واندثر، وشال بمكره انكسر، وأشواكهم أنبات بالخبر، عن أكبر حقد للبشر، ونوفمبر برجاله شموخا، ونوفمبر بشهدائه انتصر، والشعب لا لن يعتذر.